الكرم جعل لأهل العلم منزلة خاصة ومميزة على غيره من البشر، وأي منزلة رفيعتنا على صاحب العلم. وقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهل أخنا يمرك وقفكم مريو بسبحري صلي ويفرح الله تعالى إلبس جديدا وعش حميدا وموت شهيدا. عشقت تعالى مركة مريا اللي سكب هي الآخرية. بسم الله. مناسبة قيمه هذا دعتان وصر يهو ما انتهر قيسة لغو قبطي ايام مدرسة دهدار الأمة وحي اوال مرنة كالدوان قدوسي سي أردي دي كو قولي ستي ترتن دوانها نغا سعودي مدرسة ده أهو دي إحياء عدين أهو دي أبي أحرير لهو دين يا أخلاق لهو درشي أحشاب حدار الله أولا دعا لربي قاد بادي سببها كتدن أبور كدسكا دمان. مملوها مدرسة الدار الأمة رحمة عبد الرساق أياو قهرين وحيش الرحضي أهمية دو ترتن كنو اللي هي أرديدا يسيدو كلي مرحلة دهي كلا دوناي وصوم راي مانت وما الآذي آذو قيمي بدن وما الآذي آذو قروح بدن وحاينو فردنا إن كل مية وبرشادة كتاب كربي وحاينو وقت قو بحننا يد ذلك سيئنو برنا كتاب كإلهي ونبرنا سيئنو انتا كدب وحكالو اينو فردنا مانتا سي اينو فرحاد قلينو اردي دينا آذي آد كود ذالك بدن او اينو سوقو باني مسابقو يترتن كاس او اينو مانتا او فردنا ان اينو تكريم اسمينو اينو ماموسنو فصل الذي كسو قوليستي واي هادر كما بدين ايو لكن صدح فريمود ايان ديريا مد والدين تا يمدنا أرديدا يدما برشد حافظة أرديدا وحيد لي هي أرديا هي وحليدي كبا هي هي تدال ديراد أه إذن كايا أه شمعي لقو تاماي إذن كايا دالك مستقبل أه إذن كايا أسوك هرايا نقضى أو أهذا هو والدين توضو سمفلا وأذيقا أو إلاليا والدين سنة وحلي يهي آد يا آد يا قوم هاد سنتهين سيدا وناكسن شرفت بدن وعن أولادنا أوجد ذالسان وبريسان كلا كلام كالله وحان آد يا آد قوم هاد علينا يا لما والدين تمدرس دا يا لما نجد ذا وحان كلولي يهي برشدة حافظة فرينتا او دريانا ايتهاي ان اينو اسكاشنو اسكاشنو سي اينو سوسارنو اوباد ادي ادو قيمي بادن وماسن حبس محمد او كوهد ليسي افكا قدد ايا يدنا سيدو كلام مدا شاكا دا شاي ارديدا يريار اي اد اي ادو قايا اي قيمة بادن له اي انو اخريي ما شاء الله تبارك الله حادثة رسولك صلوات الله وسلام عليه اي آيات كير ربي ان شل شلالو إن إلهي وحنو قبري يا أرضي دا يريار ما شاء الله تبارك الله دادالك بدن سميي إنو جسايقو دا إلهي جنة كرديقو قارسي دادالنا الله كرديقو إن وحكالون هلكنو قم هاد علينا يا مامولك مدرسة دادار الوما يا معلمين تقايا يا قيمة بدن لي آدو دا دير لي سو ساري ما شاء الله تبارك الله إن مرها أركيسان إن جهدي بدن كبحيي سيداي أبر الآيان أرضي دينا آياتك ربي سبحانه waxay isaguna sidoo kale madasha ka hadlay aaqil maxamuud xasan isagoo ku dheeraaday ahamiyadda ay leedahay tartanada noocan oo kala ah ee ardayda loo qabanayo aynu ula socono qof kastaana waa mas'uul waxa weeyaan ilmahaaga iyo kuwa kale xaafadaba de mas'uul baynu ka wadanahay ilaahay subhanahu wa ta'ala xaafada iyo awlaada iyo macallimiinta iyo madarista iyo masajidada ilaahay subhanahu wa ta'ala hayno barakeeyo khayr dhamaantina allah hayno waafajiyo gabagabadii waxa halkaasi shahaado sharafiye lagu gudoonsiiyay ardaydii ku guuleysatay tartankaasi axmed saki ibraahin telefishinka cba argeysa hadal
oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.